عليكم. مصطفى، أخ مصطفى، سلام عليكم يا أخ مصطفى. عليكم السلام. أنا طفلة، أنا طفلة، كنت سامع الخميس، كنت سامع يوم الخميس ونسيت. ففي ناس بتقول لي إن اللي بينسى يوم الخميس الصيام ما يجوز. إنه عشان نافلة. أنت كنت بتصوم الستة البيض ولا أنت بتصوم أصلا اثنين وخميس يا مصطفى؟ اثنين وخميس. ما شاء الله، ربنا يا رب يثبتك ويتقبل منك يا حبيبي. طب فضلتك هل، طب شكرا يا مصطفى. هل صيامه النافله كيوم خميس ان هو نسي واكل وهو صايم فبيقولوا لا الصيام ما ينفعش؟ للاسف استاذه ميارة، ربنا يبارك فيكي وفي مشاهديك ومحبيكي. احنا ريقنا جف وتعبنا من اننا نذكر الناس لا يسالون الا الفقهاء. لكن للاسف هو بيذهب لغير الفقيه. سال بابا، سال يعني، او قد يكون عنده سمت ديني، كان يكون المسجد بس غير متخصص بالفقه. تمام. اولا اذا كان الشرع يعني رخص ويسر للصائم في الفرض وهو اعلى من النفل، فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيعقل ويقبل أن هذا يكون في الفرض ويرفض في النفل؟ تفرقة لا مبرر لها. فسعة رحمة الله تشمل الفرض والنفل، طالما إذا أكل أو شرب ناسيا في النفل كالفرض يتم صومه.